شاء الله المواطن يتأدب ويعرف لو سيزفيزم هذايا التحضر هذا باللي ترمي القمامه في الشارع يعني ماهوش سلوك حضاري. يا ولدي خويا ما كان لا سلوك حضاري ان شاء الله ما ان شاء الله يا خويا نحن والفنا ان شاء الله ما راهوش سلوك حضاري. راني نمرض انا نسيم انا ما لقيتش الزبل مرات يا خويا والله غير راني قلتها عندك ما نضلي لا حب لا جرب لا والو نبغي نتوسخ. الميساج تاعنا ان شاء الله المواطن يقتدي بوش نقولو خو اسمعوا ما تقدروا عليه مواطن قيس الزبل في الارض انا راني خدام تخمم تعشر انا خدام هاك عندك يا مواطن يا عندك يا مواطن يا مواطن ما تديرش عليه مواطن ما تديرش عليه دير عليا انا يا مواطن اقتدي بما قاله الرسول النظافه من الايمان والوسخ من الشيطان. سبا شان الشيطان اقتدي واقتدي حاشا ولله تقول لي راه شيطان الوسخ من الشيطان ما قلتلكش حتى شيطان الوسخ من الشيطان. نقول لك حاجه غادي لا يبقى تخب البلديه تاع لاكومين اسمعت ونديروا اضراب سمعت ولا حضروك باللي رموا البوبال في الشارع باش حنا نخدموا سمعت صافي عاونكم خويا حنا وحنايا نديروا ميساج تاعنا للشعب ان شاء الله ما يرميش القمامه في الشارع. نقول لك حاجه غادي نعسك غادي نعسك كي تجي هاود بالبوبال نقطع لك البورصه ونعاود نلمها.